كيفاش الاخوان؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كتشاهدوا معنا حنا اليوم كنتواجدوا في سوق كيرو مدينه اكادير. انا ايمان ابنه ديالي اليوم رجاء تحييكم. انا من سوق كيرو مدينه اكادير 3 نوفمبر. وكما العاده اللي شاف الفيديو ما ينساش بالدعم والاشتراك باش نقل لكم جميع الاجواء ديال السوق اليوم. وبالنسبه لاخوان كما قلت لكم سابقا التفاعل ديال القناه كيقل في نسبه المشاهدات. وما تنساوناش بالدعم والاشتراك وما تنساوش واحد لايك كي قالت لكم الاخ ايمان الطرجه راسي. الله يستر الامور وتحياتي للجميع الاخوان. وانا رجعت لكم اخوتي للسوق باش تشوفوا الاجواء تاع السوق. السي مصطفى على وي فلوك راه صور لكم الفيديو ديال السوق وغيلوحوا لكم في يوتيوب. خاصكم ديروا لي واحد لايك والجرس ودعموا في لي كومونتير وديروا لي قلوبها ولي كومونتيرات ودخلوا للتيك توك راه حتى تكتبوا مصطفى على وي فلوك وغادي يخرج لكم وتشوفوا وفيسبوك وتشوفوا والانستغرام تا هو اللي باغي يشوف الفيديو وما ينساش واحد لايك والجرس شادروي. وانا بالاخوان بالنسبه للعشاق الكاكاريكي اللهم بارك كيف تشوفون انا هنا بالنسبه لهذو هنا استاذ اخونا جواد بالنسبه لهذو الكاكاريكي كومبليت كامل يا جواد هذو يا اخي مصطفى كاينين هذا هذه التوا وهذه التوا الكره ديالهم صفرين الكره ديالهم صفرين بالنسبه للتوا تاعهم التوا الصفراء الشكر ديالها هذا الزرق هذا التوا الصفراء هذه كاين الذكر ديال هذا هو الزرق هذا الزرق ما شاء الله. كاين الكوبل ديال كروبيون بالنسبه لدينا الاثمنه ديال الاثمنه ديال الكاكاريكي كنقولوا لكم 700 درهم الكوبل 700 درهم الكوبل كما سمعتوا. بالنسبه لك ديال كروبيون هادو كروبيون 900 شحال؟ 900 درهم 900 درهم كما سمعتوا. بالنسبه للكروبيون الاخوان ها هو واحد تنتيغولي في القنت الذكر ديالها ها هو بالنسبه للكروبيون الناس اللي ما عارفينهاش ما شاء الله اللهم لك الحمد. وبالنسبه لهاد البياسات هادو ديال السنغالي اليويو 700 درهم البياسه هادو ياك ما شاء الله الله يبارك الله يسخر لهم ولاهم اللي بغى شي حاجه. وبالنسبه لهاد الفايو هادو كوبلا هادي كوبلا ديال الفايو عين احمر بالنسبه للذكير انت والله اللهم بارك. بالنسبه لهاد الثمن جواد 350 درهم كما سمعتوا ما شاء الله اللي باش شي حاجه راه يتواصل مع السي جواد. فينا التليفون جواد؟ كاين شي شاردون تما عندك؟ بالنسبه للمقنين ها هو كذلك الاخ جواد اللي باش مقنين. بالنسبه للثمن ديال هذا؟ هذاك 200 درهم هذا 200 درهم هذا خلوي هذا ياك ولا؟ دار شويه دار ولكن ما قديمش بزاف المهم راه مزون مزون تبارك الله. بالنسبه للثمن 200 درهم بالنسبه للاخر؟ بالنسبه للذكير اخر هو انا الاخ جواد تا هو كذلك نفس الثمن هذا 200 درهم كما شفتوا. كاين الذكوره الا بغاو كاين الزيت بالنسبه اللي بغاهم راه كما قال لكم كاينين شراب اخرين الله يسر الامور. وبالنسبه للتليفون اخويا جواد اللي باش 06 07 00 09 82 الله يسر لك الامور. وانا اللهم بارك الاخوان بالنسبه للعشاق ديكور دجاج ديكور بالنسبه لنا كما كتشوفوا زويجه ما شاء الله. بالنسبه لهاد الزويجه هذه ديال السيراما هذه ولا؟ السيراما هذه اللهم بارك. بالنسبه للديكور كما شفتوا بالنسبه للثمن ديالها 450 درهم بالنسبه للبياسه السيربريت هذه 150 درهم ما شاء الله. بالنسبه للاخوان العشاق ديال الديكور
صفر ستة تسعين تسعين خمسة وأربعين خمسين. الله يسر لك الأمور. هذا أنا بالنسبة لعشاق المولينا كما كتشوف هنا اللهم بارك. بالنسبة لنا كوبلة ديال المولينا ما شاء الله باقي 2022 هذي ياك باقي 23 ما شاء الله. هذه كوبلة ياك كوبلة بلا دائين ديالها بالوريقات ديالها الإخوان كما شفتوا. المهم غادي نوريكم الوريقات ديالها في آخر الفيديو ديالها. بالنسبة للثمن 2200 درهم كما سمعتوا ما شاء الله اللهم بارك كوبلات ما شاء الله. بالنسبة للراس هادو الريد فيس الريد فيس نشيك ما شاء الله. بالنسبة لهذو الفريخات ديالك لو بسيط لكن كوبلا وكاين جوج فريخات ما شاء الله. بالنسبة للفريخات هما هادو اللي في الوسط أييه. بالنسبة للذكير باهم والو ياك باهم والو ما شاء الله اللهم بارك. الثمن ديالهم تبارك الله شي لا زوين حبة شي أصلي هذا اللهم بارك. بالنسبة للثمن الكوبلا كنقول فيها 250 بالنسبة للكوبلا. بالنسبة للشنيبرات قول 100 درهم البياسة ما شاء الله اللهم بارك. بالنسبة للبينو ماشي ديال هذيك السلعه ديال السيد الاخر ما شاء الله اللهم بارك. المهم بالنسبه للسلعه هنا ما شاء الله. بالنسبه لاخوان الناس كيسولوا على الماكينه اللي كتنقي الزوان من القشره ديالو ما شاء الله. بالنسبه كما شفتوا الزهره ديالها هي الزهره ديالها باش كتخدم ما شاء الله حفظك وعد صحيح الزهره ديالها الزهره فاش كتفرز ديالو للزوان ما شاء الله. بالنسبه للثمن ديال هذيك 300 درهم ما شاء الله. اللي بغا من غادي يتواصل مع خونا على الخاص الله يسلمه. بالنسبه للهاتف ديالك التليفون التليفون 0699 0799 1717 11. الله يسر لك الامور. كنشكرك مره اخرى الله يكبر بك الله يطول عمرك. شكرا على الزياره ديالك وعلى التوفيق الله يطول عمرك. نتمنوا الولاد الحمد لله الحمد لله يكون خيرك ديما الخير ان شاء الله. جلي نتمنى شي حاجه ديال الخير راه ربي كييسر فيها. وتحياتي جميع وعيش درويش. وكنتمنوا الاخوان باش يتضمروا شي ابوني شي الحمد لله يكون الله يكثر خير. بارك الله كنشكروك على هاد الكلمات ديال التدخل ديالك. الحمد لله عفاك الولاعة والحمد لله الشيء راه كنديروه حتى حنا اللي صالح الولاعة والله ما عرفت حتى شي حاجه. انت راه كضرب على الولاعة ماشي الحمد لله ماشي مصلحة شخصية. الله يجازيك بخير على المجهودات ديالك. تحياتي الله يكبر بك شكرا. وبالنسبة للوريقات الإخوان ديال لادين ديال الكوبلة ديال مولينا هانتوما كيما كتشوفوا. هذه بالنسبة ديال الذكيرة هي ما شاء الله من الشركة ديال سيكسادو المعروفة بهذ القضية ديال لادين. وبالنسبة ديال المنتوى هي لا فامي تاعي وكذلك هانتوما الوريقات ديالهم كارانتي الله يسر لهم كل شيء أكوردي مزيان الله يسر لهم. بالنسبة للتاريخ ها هو كيما قال لكم باق 2023 ما شاء الله هي لاناليز تا هو كذلك شاف والله يسر الأمور. بالنسبة لي بغا كيما قال لكم راه يتواصل مع اللخاص. وتحياتي للجميع. بالنسبة لعشاق الحمام كيما كتشكلوا الجولة ديالنا هنا في السوق مع أصحاب الحمام. بالنسبة للسلعة اللي هنا عمر هذوك 20 درهم 20 درهم بالنسبة للبياسة اللي كاينة الكابيتشو هادو ولا اليماني والكابيتشو والبلدي. بالنسبة للثمن قال لنا 20 درهم الله يسر. كذلك مرة أخرى بالنسبة للناس كيسوا على البيض ديال الحمام ياك 10 درهم هادو البياس ما شاء الله. بالنسبة حمام الفوياجور هادو الفوياجور تا هما راه كاينين هنا ما شاء الله اللهم بارك. وبالنسبة للبيض البلدي تا هو ياك مخصب هذا ياك البيض البلدي مخصب. الناس اللي كيسولوا عليه بالنسبة للثمن 50 ريال بالنسبة للبيض المخصب ما شاء الله. بالنسبة كذلك أنا الحميمات خويا فوياجور كاين واحد الصبليوني هانتوما بالباك ديالو ما شاء الله باينة هو كيتسكن هنا ما شاء الله. بالنسبة للآخر هنا حتى هو بالنسبة للثمن ديال هادو 150 درهم الماروك 30 درهم 30 درهم بالنسبة للماروك. وبالنسبة للآخرين هنا هادو شحال؟ 30 درهم هادو فوياجور حتى هما الاخوان هانتوما. بالنسبة للعشاق اللي بغا شي حاجة عند خونا عمر ما شاء الله. وبالنسبة لهادو هنا هادو 20 درهم هادو البلادة هادو ياك مخلطين كما شفتو. بالنسبة لهادو فيهم اليماني والبلدي سميت هادي؟ الطاكلة هادي بالنسبة للاخوان هانتوما كما سمعتو. الثمن ديالهم راه في المتناول 20 درهم قلتي 30 ياك اللهم بارك. وبالنسبة للحمامين الأخرى هنا اللي بغا شي حاجة راه يتواصل مع السي عمر الله يسلم. بالنسبة كيما شفتو بالنسبة اللي بغا البيض مخصب راه موجود. بالنسبة للهاتف ديالك يا عمر 06 08 44 53 88 الله يسر لك وعد الدار فيهم. أخرين هادو تقريبا 250 درهم بالنسبة للفيشر هادو ما شاء الله.
لينا هما هادو لي 100 درهم كريمينو بالنسبه لكريمينو 100 درهم من واحد الاخو كما سمعتوا والله يسهل اللهم باش انا التليفون رشيد 06 06 51 38 14 الله يسهل لك روما او بالنسبه للشاخ دريسه ديال لي كالوبسيت هما هما تشوفوا اللهم بارك بالنسبه لواحده هذا فاس بلو هذا يا اي يا خاطر وبالنسبه للاخر ايزابيل ما شاء الله بالنسبه للثمن هنا مختار 30 شحال 130 كما سمعتوا الله يسهل اللهم بالنسبه للاخرين هذوك الله يسهل بالنسبه خلينا التليفون لهذو 06 06 06 33 33 61 61 الله يسهل اللهم ردهم وانا الاخوان بالنسبه للاخوان عشاق سلع من المنزل بالنسبه اللي بغى اصحاب ربي اصحاب الزيت الناس اللي كتسول على الزيت العسل السمن بالنسبه للسمن البلدي هذا الحار زبده بلديه كما بالنسبه للزبده البلديه يا الاخوان كما شفتوا بالنسبه لهذا هنا هذا السمن الحر ما شاء الله بالنسبه للحلبه كذلك بالنسبه لهذو هنا الا نياكو الشعير ديك الشعير ديال الشعير وديال هذا هربل هربل ديال القمح بلدي شيشه بارك شيشه زبده بلديه زبده بلديه ديال القمح اسميت هادي ديال القمح ما شاء الله الشعير البلدي الشعير البلدي عندنا الزميطه بالنسبه للزميطه حتى هي الاخوان عندنا وباقي شي حاجه هادو بداونا من هنا كل حاجه قلنا السميه ديالها والثمن ديالها كيف شي حاجه كما سمعتوا في الخاص سخونا هنا خيرات بلادي بالنسبه للزيت العود التوار كذلك شي حاجه غارونتي ديال هذا العام يلاه معصره مسخونه نهار 21 سرع سرع اللهم بارك بالنسبه للعسل كذلك كاين عسل اللي بعوطي بالنسبه لهنا البيض هذا بلدي كروازي هذا بلدي ايوه ما شاء الله كما سمعتوا اللي بغى شي حاجه من هذا الخير هذا اكادير حي الفرح انتم كما سمعتوا بالنسبه عاود ذكرهم فين المكان اكادير حي الفرح قرب المصلى ديال حي الفرح خليهم الهاتف ديالك اللي بغيت 06 78 74 57 62 الله يسهل الامور واللي بغى شي حاجه كما سمعتوا راه يتواصلوا مع الخاص الله يسهل لك الامور بارك الله فيك ورا الاخوان اللهم بارك بالنسبه للعشاق الاوغو ما شاء الله اللهم بارك كما كتشوفوا هنا معنا شي زويجات ما شاء الله بالنسبه لنا كاينه كوبله ديال الاوغو ياك هي كاينه كوبله ها هي بالنسبه لهذه الثمن ديالها 100 درهم 100 درهم الكوبله كلشي بحال بحال الكوبله 100 درهم الكوبله كاين ديك اللاتينو كاين اللاتينو دكر البينو وبولدوم 100 درهم كما سمعتوا بالنسبه ثاني واحد التكير ديال الرينبو رينبو اللهم بارك اللهم 80 درهم مستوى رائع بالنسبه للثمن ديالو 80 درهم 80 درهم ها هو كما شفتوا اللهم بارك واللي بغى شي حاجه يتواصل مع السيد الاراضي ما شاء الله هنا الهاتف ديالك 06 06 70 70 94 94 45 05 الله يسهل الامور انا الاخوان كما كتشوفوا حنا اليوم راه تفوجنا السوق ديال الطيور وكما شفتوا حنا الجوله اللي قمنا لكم بها هنا من الاخوان شفتوا السلعه اللي تعرضت اليوم والاثمنه اللي كانت وما تنساوناش مره اخرى الدعم ديالكم والاشتراك واللي شاف الفيديو خلي لنا لايك وكومونتير ضروري وجرس مره اخرى كما العاده راه كنشوفوا لي لايك قلال وبالنسبه للمشاهده من اي واحد شاف الفيديو يخلي لنا لايك مع المشاهده ديالو والله يسر الامور للجميع المهم ما تنساوناش الدعم الاشتراك وتحياتي لجميع الاخوان وكذلك واحد الميساج بالنسبه للاخوان دخلوا لسميتو لاباج ديال الفيسبوك كذلك حتى هي باش كل شيء يستافد